يا دكتور، اغلب الناس لما بتيجي تهتم ببشرتها وبنضارة بشرتها بتبتدي انها تتكلم عن الكولاجين. فاي اخصائية بشرة، اخصائية تجميل، تبتدي ان هي تتكلم برضو عن الكولاجين. فممكن حضرتك بداية تكلمينا عنه؟ طيب قبل بس ما اتكلم عن الكولاجين، خلينا نتكلم على المين بوينت اللي هي الفيتامين سي. تمام، الفيتامين تمام، سي برضو. الفيتامين سي ده هو اصلا ذا ماجيك، يعني العنصر الاساسي اللي بيحفز وبينتج الكولاجين. تمام، الكولاجين مش بيتصنع طبيعي، لا ده في حاجات لازم تحفزه بتعزز منه ان انا اشتغلها او ان انا ادخلها للجسم. تمام فاول حاجه اللي هو الفيتامين سي تمام ده الماجيك بتاعي، ده كده تمام العامل السحري اللي بشتغل عليه. تمام طيب خلينا الاول نعرف فيتامين سي. عايزين نعرف الأهمية بتاعته بقى في الأول. الفيتامين سي ده هو يعني المين اوبجكتيف بتاعته ان هو انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت قوي جدا. طيب الانتي اوكسيدنت ده، مضاد الاكسده، ده هيعمل ايه؟ او انا بشرتي محتاجاه في ايه؟ بشرتي محتاجاه ان انا بيحافظ على ملمس البشره، بيدي نضاره، بيدي حيويه للبشره، مظهر الشباب دايما، بيقضي على التجاعيد، مفيش عندي تجاعيد، ما بيبطئ ظهور التجاعيد وفي نفس اه الوقت كمان بيأخر الشيخوخة. بيأخر بالظبط. الشيخوخة، ما فيش عندي تجاعيد. غير كده كمان بيقي من أشعة الشمس الضارة اللي هي الفوق البنفسجية اللي ممكن احنا بنتعرض ليها يوميا بالظبط بالظبط. طبيعي. في بس كم في حاجة مهمة برضو عايزة اقولها عن فيتامين سي. ان احنا بنقول ان هو بيقي من أشعة الشمس، بس في نفس الوقت كمان ما ينفعش ناخده قبل أشعة الشمس، عشان الناس برضو تبقى واخدة ده بالها ان هو ليه كده. طريقة استخدام لسه هنجرها دلوقتي. بس تمام. الأهم حاجة ان انا عندي فيتامين سي بيناسب كل انواع البشرة، يعني يناسب حد بشرة جافة عادية دهنية مختلطة كل لكل، الأنواع. عشان في الفا هيدروكسي، الالفا هيدروكسي دي بتخليه مناسب لكل انواع البشرة.